محمد الحياصات عمل التغيير الجمعة والسبت كنت أجرب أدور على جملة لها علاقة بالكويري كيف تغير بسوردات الطلاب كلهم كل واحد له بسورد مستقل طبعا أخذتها من قاعدة بيانات ثانية بس كانت المشكلة إني أنا كيف بدي أجيب الرقم على نفس الاسم يعني بدي أعمل شرط فالطلاب يقفوا امتحان وصار كل طالب له بسورد كان زمان أربع وحدات وكان الطلاب يدخلوا على امتحانات بعض فأنا خليت قاعدة بيانات مستقلة عليها أوتو نمبر تجيب الرقم هذا وتخزنه في قاعدة البيانات الخاصة في الامتحان إذا كان مطابق الاسم هاي الشباب طبعا عن طريق الباسورد اللي تغير بيحكوا اسمهم واسم أبوهم بنجيب لهم الباسورد وهو عبارة عن أوتو نمبر هاي اسمادي بيساعدني اسمادي مين دخل تدور على مين؟ على أوسيا أوكي شو الباسورد تبعه؟ 8 8 8